هي أكثر من مجرد انتماء وإثبات هوية بأوراق ثبوتية أو بجواز أو بوثيقة. من وجهة نظري المواطنة الإيجابية هي ليست التغني بالولاء والانتماء فقط، بل هي الممارسة الإيجابية لواجباتك تجاه وطنك، حكومتك، أسرتك ونفسك. أنت غني إذا استخدمت عقلك وإذا استثمرت في العقول في عقول أبنائك كما فعلت حكومة سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد. من 2012 تصوروا يا أخوان، أنتم كلكم تعرفون لغة الأرقام، من 2012 إلى 2013 زاد الإرهاب 60%، وهذا رقم ما في شك يحتاج إلى عمل واضح وخطة لمواجهته، ولا بيزيد سنة 60 بكرة بيرتفع هذا الرقم إذا لم نجد العلاج المناسب. مواجهة الإرهاب أو أي تحديات ترى ما يمكن أنه يحل بشخص أو بمؤسسة، ولكن مواجهة هذا الخطر اللي هو الإرهاب لابد أنه يكون بمشاركة الجميع وليست بالمؤسسات الأمنية منفردة. الحياة مثل القطار ماشية، أو سمحوا لي يعني مثل الطيارة الحين، مش مثل بقيادة سيدي سمو الشيخ خليفة وسيدي سمو الشيخ محمد الراشد، طيارة مو بقطار. فإذا لم تكن مواكب لهذه السرعة فأنت أصبحت سلبي، وبالتالي يؤثر فيك هذا بشكل أكبر. في بداية الدولة كانت تعتمد الدولة الإمارات العربية المتحدة على 90% من دخلها من البترول. اليوم دولة الإمارات تعتمد 30% فقط على البترول. بسبب المواطنة الإيجابية والقيادة الإيجابية وضعت حكومة دولة الإمارات تحدي 2021 أن تكون الاعتماد الحكومة على النفط هي 5% فقط، وهذا لن يمكن تحقيقه إلا بمواطنة إيجابية بفكر قيادي إيجابي وبمواطنين وموظفين مثلكم إيجابيين. اسمح لي أني أستخدم ثلاثة. الأمن، الاستقرار، الخدمات. نستطيع تحقيقها بالمواطنة الإيجابية. شكراً سيدي على وقتكم.